بدي افهم منين طلعت لي بقصة العزيمة؟ ما في لا قصة ولا سيرة، كل ما في الأمر أنا وفريد وشفيق وإحسان صرنا زمان ما اجتمعنا، وبالصدفة شفنا بعضنا بدورة الحاسوب اللي عملتها الوزارة، واتفقنا نطلع نتغدى سوا يوم الجمعة. أها، إيه بس حضرتك كنت واعدنا تطلعنا سيران أنا والولاد. لك أستي مو مشكلة، خليها للجمعة الجاية، شو صار يعني؟ هلا كل مرة بدك تقلي خليها للجمعة الجاية؟ طيب شو أعمل يعني؟ هذا اللي صار، وعدت الجماعة وما عاد فيني أتراجع. إيه بس كان فيك تشاورني قبل ما تبت بالموضوع وتقطع وتوصل من عندك. شو هالحكي؟ هذا اللي كان ناقص والله، يعني بتلاقيها حلوة بحقي أقول لرفقاتي استنوني حتى شاور مرتي، ولا بدك ياني صير علكة بلساناتهم؟ هلا إذا شاورتني بدك تصير علكة بلساناتهم؟ خلاص ناهد خلاص، هالحكي هاد ما حد منه فائدة هلا. إيه أمرك، حاضر. و دخلك بشو طالعين؟ بشو يعني؟ بسيارتي. ليش هن ما عندهم سيارات؟ كن بلاها كلهم عندهم سيارات. لك ليش طالعين بسيارتك؟ وين المشكلة يعني؟ ما في مشكلة يا حياتي، ما في مشكلة منوب، بس يعني إذا هن عندهم سيارات ليش ما بتطلع معهم وبتترك لي السيارة؟ ليش شو بدك فيها؟ جاء عبالي شم هوا أنا والولاد، ولا يعني ما بيطلع لنا؟ مبلا حبيبتي بيطلع لكم، بس فهموني لوين بدكم تروحوا. هلا ما في شيء بذهني، بس يعني عم فكر احكي مع نسوان رفقاتك ونعملنا هيك مع بعض شيء مشروع مشترك. شو علي؟ كمان فكره معقوله؟ يعني رح تترك لي السياره؟ يا ستي رح اترك لك السياره ورح اطلع بسياره فريد. تسلم لقلبي. وبسياره مين طالعين على الزبداني فريد افندي؟ هو تيسير عرض انه نطلع بسيارته، بس انا لسه ما اعطيته جواب نهائي. ها، وليش بقى ما اعطيته جواب نهائي؟ لاني بصراحه عم فكر اعرض عليهم نطلع بسيارتي. لك هلا انت ليش حتى تحمل السلم بالعرض؟ يعني طالما الزلمه عرض سيارته عليك فليش لحتى تكتر غلبه وتعرض سيارتك؟ مو حلو يا سماح، يعني ادبا وذوقا لازم اعرض سيارتي. لا والله، ادبا وذوقا لازم تترك لي السياره الي. ليش انت شو بدك بالسياره؟ شو بدي فيها يعني؟ بدي اتركها واقعد اتفرج عليها؟ بدي اطلع فيها مشوار. طيب راح اترك لك السياره وامري لله. وليش هيك عم تقولها من برات منافسك؟ هيك لانه بصراحه يعني صرت خاف سلمك السياره. ها، وليش بقى؟ ما بعرف، بس يعني حاسس انه سواقتك صايره عفشه شوي، خصوصا بعد ما فتي بالعمود الشهر الماضي. بس انت بتعرف تماما انه الحق ما كان علي. لك الحق على مين؟ على العمود. لك ايه خلصنا بقى فريد، خلصنا، بدك تضل تحكي بالقصه سنه، يعني قلت حوادث انت عاملها؟ عامل حوادث ما اختلفنا، بس بحياتي ما فتت بعمود كهرباء. بكل الاحوال خلاص راح اترك لك السياره، بس ديري بالك بسواقها، لا تطوشي وتلوشي. يا لطيف يا لطيف، شو صاير حكيك بهز البدن. تفضل. يسلموا ايديكي. شفيق حبيبي، ممكن تترك لي السيارة؟ وليش بقى؟ يعني عم فكر اتصل بسماح وناهد العنايات مشان نعمل مشروع سيران. ولوين هالسيران بقى؟ ما بعرف، لسه ما فكرت، بس بدي اتصل فيهم. مو مشكلة، رح اترك لك اياها، بس لا تلحقونا على الزبداني. ها، وليش خايف نلحقكم على الزبداني؟ هاها، معناتها مطالعين معكم موظفات على السيران. لا حبيبتي اطمني، ما في موظفات معنا، اصلا كل الموظفات يلي عنا فايتين بالحيط، بس نحن حابين نقعد مع بعضنا لنحكي بهموم الوظيفه والشغل، ومنشان هيك ما عملنا القعده عائليه حتى ما تملوا منا. ايه ونحن كمان بدنا نحكي احاديث نسوانيه خاصه فينا، اطمن ما رح نلحقكم. اوكي حبيبتي، اصبح بتلاقي مفاتيح السياره بدرج الخزانه، بس سوي على مهلك. ها، واوعك تتهوجني بالسواقه، ولا تنسي تزمري على الكوعها وتضوي بالغمازات وتحطي حزام الأمان، أوكي؟ شرف فيها ستي، وهي مفاتيح السيارة. يسلموا هالإيدين، فيها بنزين ولا لازم أعبيها؟ لا والله ما فيها، حطي لك فيها شي 25 لتر. هات لكن، ناولنا حق البنزينات. يا عيب شو ما عليك يا عنايات، ليش أنا من أيمت كنت أدفع حق بنزين؟ مين اللي بده يدفع لكن؟ أنا؟ لا حياتي، لا أنا ولا أنتِ. الله يخلي لنا هالدولة. شرفي
وهي قسيمة ب25 لتر، فيك تعبيها من أي كازية بتلي. وما بيحكوا معي شي؟ شو بدهم يحكوا؟ هاي قسيمة مدفوعة القيمة سلفا. لا والله ما بك شي، عرفان تزبط أمورك. إيه شو بدنا نعمل؟ لأنه بيني وبينك حق البنزين نكبة. صحي ما قلتي لي لوين رايحين؟ والله ما بعرف، لسه ما حكينا مع بعض بالموضوع. يا ستي ما مشكلة، طلعوا شموا الهواء، بس بشرط بتسوقي على مهلك ها، وأوعك تعصبي مثل عوايدك، وإذا زمرتي على الكوع بيكون أحسن مشان تكشفي الطريق. داكور؟ داكور. عم بقلبها لهالجية ما أحقرها، إيه قسماً بالله تكسروا رجلي. وأنا كمان نبلت رجلي تحت مني. عجبكن على الشغلة؟ يعني معقول يكون عنا 4 سيارات وبعدين ناخد تاكسي؟ شو بدنا نعمل؟ هذا حكم النسوان. سيدي أحسن، هيك أستر. وشلون بقى هيك أستر؟ بلا ما نلفت نظر، شلون ما كان؟ نحن موظفين عاديين، وجيتنا على هيك مطعم غالي، وبسياراتنا الخاصة، بدها تخلي الناس تحكي علينا. فظاعة شلون بتحسبها انت؟ مين عاد فكر بهيك قصص؟ هلا يلا يا جماعة خلونا نفوت لجوا، ولا بدنا نقضي السيران على الواقف؟ ماشي الحال، شرفوا، تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. على فكرة يا جماعة، نحن لازم نجتمع كل فترة، يعني مو حلوة نقطع بعض فترة طويلة. طيب شو رأيكم نعمل هيك مشروع كل يوم جمعة؟ ليش لا؟ أنا موافق، فكرة معقولة كتير. أنا برأيي السيران الجاي نعملوا عائلة، حتى النسوان ما يعملوا فينا مقلب مثل مقلب اليوم. لا هيك ما بيصير، أحسن شي نعمل جمعة نسوان وجمعة بلا نسوان، يعني لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. أخي أنا ما عندي مانع، بس على شرط كل يوم جمعة منطلع على مطعم شكل، يعني مو شرط نجي على نفس المطعم. وليش بقى؟ أخي لحتى ما نصير الشبهات حوالينا، يعني عدم المؤاخذة، نحن موظفين ورواتبنا محدودة وجيتنا على هيك مطاعم غالية رح تصير الشكوك حوالينا. فصاعة شو بتحسبها؟ شو هسا؟ شامل من كلامك ريحة غريبة. ها ريحة شو؟ كأنه عم ترتشي. ها؟ يعني بس أنا اللي عم برتشي؟ ما كلنا بالهوا سوا. يا جماعة يا جماعة الله يخليكم، يعني أنا هذا مصطلح الرشوة ما بحبه، بحسه هيك فج مباشر. سيدي مو المهم التسمية، كل الدروب بتودي على الطاحون. أصبح يا جماعة شو أخبار الرشوة معكم بهالأيام؟ ماشية تمام ولا نص على نص؟ ولك وطي صوتك ليقوم حدا يسمعنا. لك شبك بتضل مرعوب ونقوزي؟ ما قلتوا لي يا جماعة شو رأيكم ما دام مجتمعين كلياتنا مع بعض نستفيد من خبرات بعضنا؟ ما في مانع، هو تبادل الخبرات بهيك موضوع ضروري جدا. معناتها شو رأيكم كل واحد يحكي لنا عن طريقته بالرشوة وعن أسلوبه الخاص بالشفط؟ موافقين؟ موافقين. خلينا نبدأ من عندك يا فريد. ما عندي مانع أبدا. أصبحت يا سيد فريد، احكي لنا شلون عم بتدبر أمورك بهالأيام. والله أنا من جهتي عايش على معاشي وما عم بقبض براني أبدا. شو بنا فريد؟ هلأ جايين نبيض على بعضنا؟ خلينا عم نحكي بشفافية الله يرضى عليك. أنتوا فهمتوني غلط، أنا مو هيك قصدي، أنا صحيح ما بقبض مصاري، بس بيني وبينكم أنا عندي أسلوب تاني غير مباشر. هات لنشوف. نورنا. الله ينور عليك. راح نوركم ولا يهمكم. ايه معلم ما قلت لي شو بتشتغل حضرتك؟ معلم صحي استاذ. شو هالحكي؟ قسما بالله الي من الصبح لهلا وانا عم دور على معلم صحي، بتصدق؟ خير خير ان شاء الله استاذ. لا ما في شيء، بس عندي هيك كم تصليحه بالبيت، يعني السيفون اجلك عطلان وفواجه الخزان عم تهرب مي وحنفيه المغسله بدها تغيير. خلص استاذ ولا يهمك، انت بس اعطيني عنوان البيت وامتى بتحب اجي انا جاهز. هلا على الحارق وهي عنوان البيت جاهز.
على بين ما تروح تصلي وتجي بإذن الله بتكون معاملتك جاهزة. حلو الكلام؟ كتير حلو أستاذ، ما في مشكلة. وأنا بانتظارك. الله معك. يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. شفنا هالمعاملة لو سمحت. هاي شوف سيدي. إيه سيدي، شو بشتغل حضرتك؟ عندي كازية على طريق حرستا. شو هالحكي؟ يا لطيف يا لطيف، شو ابن حلال يا لطيف على هالصدفة. أنا؟ ليش خير أستاذ، في شي؟ بتصدق إني من الصبح لهلأ عم دور على رقم كازية؟ لأنه بمعلومك خزان المازوت عندي فضي، وأنت بتعرف يعني. إيه خلاص أستاذ، ولا يهمك، اعتبره تعبى بإذن الله. أنت أعطيني بس عنوان بيتك وأنا بتصرف. تسلم يا طيب، تسلم. تفضل سيدي، هي عنوان البيت، وهذا توقيعي على المعاملة مبدئيا، بس انت بترجع بكرة مش هوقع لك اياها من المدير العام. مشي؟ شكرا كثير لخدماتك استاذ. لا ولو، ولا يهمك، نحن بدنا خدمة تحريز. شكرا. اهلين وسهلين. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا اهلين وسهلين. ممكن؟ يا اهلين وسهلين. عفوا بالله، حضرتك شو بتشتغلي؟ أنست انجليزي. أنست انجليزي؟ يا سلام على الصدفة، جيتي بوقتك. خير استاذ، شو الصدفة؟ لا ما في شيء، بتصدقي اني من الصبح لهلا عم دور على شيء أنست انجليزي شاطرة وما عم لاقي. مشان شو؟ الحقيقة عندي صبي صغير بالصف الثاني عنده مذاكرة انجليزي بعد يومين، يعني كنت عم دور له على شيء أنسي هيك تعطيه كم درس خصوصي وتراجع معه المنهج شوي. خلص استاذ، وصلت، ما في داعي ادور، بس بليز اعطيني عنوان البيت. تكرم عينك، جاهز. تفضل. وهي العنوان. وهيك الله وكيلكم، شوفت عينكم، ما عم وفر حدا بنوم. اللحام، الدكنجي، الخضري، بياع الغاز، بياع الحلو، مين ما كان، لك حتى هذا الشاب اللي بيشطف دراج ما عم وفره. مشان هيك بيضل معاشي مثل ما هو. طبعا هذا غير التعويضات والمهمات وإذونات السفر الوهمية. طريقة رائعة وبعيدة عن الشبهات تماما. طبعا وبهالصورة ما حدا بيلقط عليك أي مستمسك وما حدا بشك فيك أبدا. بس بدكم الصراحة يا جماعة، بيضل الكاش ماني أحلى. أوه طبعا بيضل الكاش أحلى، أنا من ناحيتي ما بقبض إلا كاش. ها تحكي لنا شفيق، شلون بتقبض أنت؟ إيه أبو الشباب، نحن بأي عام هلأ؟ عام 1400 حبيبي أنا عم بسألك عن الميلادي مو عن الهجري. عام 2002. طيب من سنتين بأي عام كنا؟ 2000. أيوة برافو عليك، 2000 بالضبط. خلينا على 2000 لأنه رقم صحيح وما في كسور، ما هيك؟ إيه. شو عم تفهم علي ولا لا؟ إيه طبعا فهمت. يعطيك العافية، تعا بكرة بتلاقي معاملتك جاهزة. شكرا كثير. ولو هذا واجبنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية أستاذ. أهلا شو أخبارك أستاذ؟ إن شاء الله تمام. الله يسلمك يا رب. أنت عندك سيارة؟ إيه والله عندي والحمد لله. قديش موديلها؟ 99. بس 99؟ سيدي ماشي حالة، نعمة كريم. طيب قديش استطاعتها؟ 16 حصان. اي لا 16 قليل كتير، قصدي يعني قديش عدد الاحصنة تبعها؟ اوه علي، لا مو هذا القصد، قديش السعة تبعها؟ كم سي سي؟ كيف يعني؟ يعني في سيارات سعتها 1600 سي سي، 1800 سي سي، 2000 سي سي. والله ما بعرف. لك في حدا بالعالم ما بيعرف سيارته كم سي سي؟ بس يا استاذ انا معاملتي ما دخل بهالاسئله. لك بعرف هالاسئله ما لها علاقه بالمعامله، بس حبيت اسالك لحتى دردش معك شوي، بتعرف اني حبيتك كثير. هذا من لطفك استاذ. طيب انت قديش بتدفع رسم سيارتك بالسنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا استاذ ماني متذكر، لانه معقب المعاملات هو بيرسم لي اياها. طيب مالك متذكر ولا رقم ولو تقريبي مثلا؟ والله ماني متذكر.
هو علينا. انت منين؟ من ضيعة جبلية اسمها عش البومة. وقديش ارتفاعها عن سطح البحر؟ اكيد فوق 1900 متر. ايه هيك شي يعني. قديش يعني؟ يعني مثل ما تفضلتوا حضرتكم استاذ، يعني بهالحدود. طيب كم كيلو متر بعيدة من هون؟ يعني بعد مفرق وادي الريش بحوالي 2 كيلو. ها ها، وهال 2 كيلو كم متر بيطلعوا؟ 2 كيلو كم متر بيطلعوا؟ بيطلعوا اذا قلنا لك يا استاذ والله ماني شاطر بالتحويل انا. ولك يا بني ادم الشغلة ما بدها شطارة. اذا كل كيلو متر بيطلع 1000 متر، 2 كيلو متر قديش بيطلعوا؟ 2000 متر. برافو عليك، فعلا 2000 ليرة، عفوا 2000 متر. بقى شفت شلون انه شغلتك قريبة مو بعيدة؟ كلها شغلة 2000. بقى فهمت علي ولا لا؟ هلا فهمت عليك استاذ، فهمت عليك. تشرف استاذ. هلا انت عيني. ارجع بكره بتلاقي معاملتك جاهزه موقعه من المدير العام. طيب شكرا كثير استاذ، فضلت والله. ولو هذا واجبنا. يعني بضل باخذ زبون وبجيبه لحتى يقول الرقم القريب من الرقم يلي ببالي، ساعتها بيفهم شو المطلوب. والله طريقتك يا شفيق معقوله كثير وجهنميه، بس طريقتي انا مبتكره اكثر، ما فيها اي مسؤوليه. هات لشوفي احسن، قلنا بقى شو هالطريقه. يخرب بيت هالموبايل، كانه من العصر الحجري. طولوا بالكم استاذ، طولوا بالكم. ايدي على راسك، شفت اتعس من هيك موبايل؟ والله ماشي حاله، كل الناس عم تحمل مثله. منين ماشي حاله؟ ايه قسما بالله عم بستحي امشي فيه بالطريق. ده كان موظف مهم مثلي يحمل هيك موبايل، استحوا طلاب المدارس يحملوه. لا تكل هم استاذ، بكره رح شب لك معي جهاز موبايل حديث ولا احلى من هيك. ما في داعي تلبك حالك. ما في لبكه ولو. بتحب جب لك يا اضاءة زينون ولا عادي؟ يعني اذا كانوا لابد زينون. تكرم عيونك. وعلى هالمنوال قيس، كل ما بفوت لعندي مراجع بنق قدامه، يا اما على الموبايل، يا اما على الساعه، يا اما على القداحه. الله وكيلكم اخر الشهر بيجتمع عندي موبايلات وقداحات خير الله. ايه وشو عم تعمل فيهم؟ ابن خالتي عنده محل وبيشتريهم مني اول باول. والله طريقه حلوه، مو هيك تيسي؟ لا والله مو حلوه منوب، معدت كثير. طيب هات اشوف، انت شو رايك؟ انا برايي كل طرقكم قديمه وكلاسيكيه واكل الدهر عليها وشرب. شو هالحكي هاد؟ بالعكس يا تيسير، نحن عاملين كل الاحتياطات اللازمه بحيث ما نحط على حالنا ولا مستمسك. اي بلا ممسك ولا بطيخ، يعني يلي بده يستقصدكم بلاقي عليكم 100 ممسك وبالوقت اللي بيريده. اي صحيح، بس يعني المهم انه نحن ناخذ احتياطاتنا. اي بس هالطرق هاي اللي حكيتوا عنها صارت معفنه بازاريه ما فيها اي ابتكار، يعني كان بامكانكم تبتكروا طرق عصريه وعمليه اكثر من هيك بكثير. ليش لسه في طرق عصريه وعمليه اكثر من هيك؟ ليكو الثاني طبعا في. طيب انت كيف طريقتك؟ هات نورنا لنشوف. يا سيدي انا طريقتي يمكن لسه ما حدا فكر فيها منوب، طريقه جديده كثير ومستحيل تخطر على بال الجني الازرق بذاته. هات نورنا. الله ينور عليك، بلكي منتعلم منك يا سيدنا. هلا بتشوفوا بعينكم. ها صار وقت الجماعه. انا جماعه؟ هلا بتشوفوا. هلا انتم ما بدكم تعرفوا طريقتي، بقى تفرجوا وانتم ساكتين. ها وصلوا الجماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا استاذ تيسير. اهلا وسهلا. مرحبا. الحمد لله. بيسلم عليك المشي مرزوق، بيقول لك هاي الرشوه اللي اتفقتوا عليها، 50,000 رشوة إلك و50,000 رشوة للسيد المدير العام. يسلموا إيديك وسلم لي على المسيو مرزوق وقل له يجي لعندي بكرة على المكتب وكله تمام بإذن الله. عفوا استاذ تيسير، المسيو مرزوق بيسلم عليك وبيقول لك مشان المعاملة الثانية مشي الحال، السيد الوزير رح يحكي معكم. أمنتوا بالله على القصة؟ ولك حبيبي ليش عم توشوشني أنت؟ ما تحكي بصوت عالي؟ لك أخي فهم مني بقى أنت ومعلمك، يعني لو اجتني واسطة مو من الوزير، لو اجتني من كوفي عنان هالمعاملة ما بتمشي. هي رشوتها لجيبي الخاص 500,000 ليرة، بقى ادفع 500,000 والمعاملة بتمشي مثل الحلاوة، وإلا بدي عرقلها واكتب تقارير فيها مثل السم. تفضل الله معك. بقى شو رأيكم بهالطريقة المبتكرة؟
هلا هي طريقة هي هيك على عينك يا تاجر؟ طبعا على عينك يا تاجر، لأنه بهالأيام ما عاد في داعي للخجل أبدا. لك ليش الخجل؟ ليش؟ ونكايا فيكم، اسمعوا اسمعوا بأذنكم يا عالم يا ناس، أنا موظف مهم بالدولة وما بمشي معاملات الناس إلا لأرتشي. أنا برتشي يا ناس، برتشي يا خلق، يعني بنمشر محي ببلع ببلع. أنا العم على القصة، شو عم نسرق نحنا؟